نورة، هلا كمان بعد ما تابعنا التقرير رح يكون معنا عبر الهاتف اتصال مع رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال. يسعد صباحك مزنة، وخلينا نحكي شوي عن قديش في ضرورة ومساهمة ملحة من قبل الجمعيات لنقدر نزرع الفرح والأمل بنفوس مرضى السرطان. يسعد صباحكم، إن شاء الله هيك نحن دائما متفائلين فيكم وبنشاطكم ما شاء الله عليكم. نحن نتمنى أن يكون في تعاون مشترك بيننا وبين الجمعيات الإنسانية والخيرية، وطبعا مشكورة وزارة الشؤون اللي كمان بتساعد الجمعيات اللي المميزة، بما أنه نحن جمعية تعنى بالأطفال المصابين بالسرطان في جميع أنحاء سوريا. ست مزنة، خلينا نحكي عن الفرحة اللي كانت بعيون الأطفال، عن هاي الابتسامة يمكن اللي بتعطينا أمل اليوم. قديش فعلا اليوم مهم ضمن ظروف الحرب نهتم بهاي التفاصيل، خصوصا لمرضى الأطفال، لمرضى سرطان الأطفال. صحيح، مزبوط. يعني فرحة لا توصف أبدا. يمكن في تقريركم شفتوا والدتها للطفلة تسنيم، يعني حكت عن بنتها اللي هي تم شفاء تام. نفس الشيء في كانت طفلة اسمها وفاء، كمان تم شفاء تام. هي فقدت العين لكن ظلت متابعة الحمد لله، وتم شفاء تام كمان. في أطفال كانوا بمناطق كثير صعبة وما زالوا محاصرين، بس حاولنا بكثير مساعدات وكثير قصص لأنه نقدر أنه هالأطفال يجوا كيف يتم علاجهم، كيف نتابع علاجهم. موضوع العلاج، موضوع سرطان الأطفال بحد ذاته وعلاج هذا المرض بالذات، وخصوصا في حلب يمكن كان في ظروف كثير صعبه عم تمر على اهلنا بحلب، تامين الدواء. نحن عم نشهد حصار اقتصادي من ناحيه الادويه، قديش مهم فعلا اليوم شفاء هدول الاطفال. نحن عم نحكي عن 4 أطفال في حلب كانوا في ظروف حياتيه صعبه في ظروف حرب، اليوم بس شفنا الامل بعيونهم، شفنا انه بكره اكيد رح يكون احلى. انا صراحه هذا الحفل وان شاء الله والحفلات القادمه رح تشهد على شفاء عدد كبير كمان ان شاء الله من الاطفال، لاني رح ابشركم في 41 طفل اليوم التقييم الطبي لهم تحت المراقبه. كلمه تحت مراقبه ما بين 6 أشهر او الا سنه ان شاء الله بتم شفاء تام باذن الله. هذا هي كمان شيء جيد، شيء ايجابي كمان لوضع كان في حلب مثل ما قلتي حضرتك، والناس كلها بتعرف حلب شو عانت وشو مرت واللي صار الارهاب بكل خلينا نقول عنفوان وصار في حلب، ومع ذلك صار في تحديات. يعني هذا المرض يلي هن الناس بتقول ما بتشفى منه، لا، في شفاء وفي حالات تم شفاء تام، وهذا الشفاء بده متابعه. يعني هذا الشفاء ما بيجي هيك، بده متابعه، بده استمراريه، بده غذاء. يعني اليوم دكاتره عم تطلب مثلا للطفل يتغذى بكذا وكذا، مثلا عده شغلات من لحم احمر، من مثلا مواد معينه، من اغذيه معينه. هي قالوا لنا مثل الكيماوي، يعني نحن في عندنا مجلس استشاري طبي بنستشيره بكل امورنا، بكل شيء طبي وبكل شيء معنوي ونفسي. هي الحفله اللي شايف فيها انه نحن اعطيناهم امل لباقي الاهالي. نحن 400 طفل بالجمعيه مسجل، انه هي الحالات تشفى. في حالات في مرض السرطان خلينا نقول 90% من الحالات تشفى، وهذا مو من عندي انا عم بحكي فيه، من تقارير طبيه واطباء قالوا لنا بهذا. بعض الامراض فيها بهذا المرض بالذات يشفى منه شفاء تام. اكيد سيده مزنة مشكوره جهودكم. خلينا نحكي شوي عن الدعم، دعم الجمعيات، قديش مهم دعم الجمعيات، وهل هناك معوقات عم تصادفكم انتم كجمعيه سوريه لعلاج سرطان الاطفال؟ ايه تماما. ايه هلا نحن شهريا ما يقارب من 7 مليون الى 10 مليون اذا فينا نقدم ال 121 طفل فقط. عندنا 400 لكن ما فينا نحن نسجل 400 طفل، لكن نحن لحد الان عم نقدم 121. وحصرا بس بموضوع الاديو وموضوع بعض السفر. الجمعيه حاليا ما في غير 3 مليون بيصلها. 3 مليون شهريا بيصلها، وبعض الصعوبات حتى كمان، يعني بنرجع اتصالات مع المتبرع ومع الناس الداعمه انه نحن عم نذكرهم بهذا اليوم انه يكون في دفع للصيدليه، او مثلا يكون في دفع لبعض الشركات او الاطباء اللي نحن عم نتعاون معهم. فهذا الموضوع كثير بهمنا، اذا حدا بده يتابع هذا الموضوع بتمنى كثير، لاني هذا الموضوع كثير صعب بالنسبه لنا. نحن اذا ما كان في دعم مستمر ما فينا نكفي. يعني نحن بنطالب وبنناشد اي انسان بيريد وبفضل يدعم هل خلينا نقول هالاطفال
من خلال جمعيتنا يكون في دعم لهم. نحن جاهزين نكون دائما مع كل المتبرعين وكل الناس اللي حابين والايادي البيضاء اللي حابه تقدم وتساعد هالاطفال هي. نتمنى طبعا كجمعيات او كجهات معنيه تهتم بهذا الموضوع يا ريت. أكيد ست مزنة العلبي، بنتمنى أن صوتك يوصل، ونحن دائما في الأخبارية السورية بنحاول نكون منبر لكل الجمعيات ولجميع المواطنين. نتشكرك على جهودك المبذولة، نتمنى التوفيق للجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم. مزنة العلبي رئيسة مجلس إدارة الجمعية، شكرا لك. شكرا لك كثير ويعطيكم العافية. شكرا لك سيدة مزنة ومشكورة جهودكم أكيد.